حطني رقم واحد في الهجاصين. الاهلي بعد مباراه ممتازه في المغرب بيقصوا على الوداد وبيقدم مباراه مثاليه وبيطير للنهائي في القاهره علشان التاسعه بتقترب وبشده في وسط عصف الاهلي في مباراه النهارده. مباراه الاهلي قدمها بشكل كبير جدا موسيماني مدرب عقلاني ومدرب قاعد مصحصح في المباراه ومدرب عارف كل نقطه ضعف ونقطه قوه عند الوداد. مدرب غريب وعجيب من نوعه والاول مره من فتره نشوفه في الدوري المصري، مدرب بيقدم كوره وحلاوه ما شفناهاش من زمان. موسيماني الموسم جنوب افريقي بيقدم الاهلي وشكله كده بيقدمهم كبطل للبطوله. هنتكلم النهارده في حاجات كتير قوي عن الاهلي وعن شويه لعيبه معينين نحط عليهم السبوت لايت. قبل ما نخش في الحلقه انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشتراك وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد يا معلم، ويلا بينا. ايه عامل ايه؟ ربنا يكتبها لك يا رب. هناك دنيا تانية، قاعدين في فندق 7 نجوم، ايه طبعا فخفخينا، اكل شرب نوم سباحة مباحة كسكريه ده اللي كل شيء مباح. بنفس سيناريو مباراه الذهاب الاهلي بيخش المباراه في اول 3 دقايق ولسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الفريقين ايه الشكل هنا ايه الشكل هنا. الجون الاول الاهلي، ولكن يصدق الجون الاول الاهلي في الدقيقه في ثانيه 24 كزادي بيسدد تسديد على الاهلي واللي هو ها الوداد هل هيعمل حاجه النهارده؟ هل هنشوف مفاجاه؟ هل هنشوف ريمونتادا؟ ولكن في الدقيقه الثالثه وتقريبا في نفس وقت جون قفشه الماتش اللي فات بالظبط، مروان محسن جيب جول ولكن كان فيه له شويه لغط بس في الاعاده اللي كنا شايفينها ان ما كانش فيه اي تسلل على مروان محسن وبيخش مروان محسن بيجيب الجول الاول وخلاص. من بعد الجول الاول بنسبه كبيره، مش بنسبه كبيره، بنسبه تقارب 99.9 يا معلم من الاخر بقى الاهلي وصل للفاينل خلاص 2-0 في المغرب. جيت في مصر في اول 3 دقايق جبت الجول الاول خلاص خلاص انت يعني الوداد هيبقى محتاج 3 والاهلي عايز الوداد عايز يجيب 2 وما كانش عارف يجيب، لا ده كان محتاج 3 فخلاص العمل بينتهي بعد الجول الاول الاهلي. بعد الجول الاول الاهلي الوداد شفناه بيفتح اكتر بنشوف خطوطه مفتوحه اكتر، ولكن نيجي هنا بقى للحته اللي بتخلي الاهلي تقيل في ارض الملعب. الاهلي باين تقيل، الاهلي باين مخوف، الاهلي يخوف اي خصم بالاداء اللي شفناه في المغرب والاداء اللي شفناه النهارده. اي خصم هيلعبه في النهائي يبقى خايف منه سواء الزمالك او الرجاء، اي خصم هيلعبه يبقى خايف منه. ليه؟ لان الاهلي بنشوفه منضبط دفاعيا ومنظم جدا هجوميا. بنشوف الاهلي موسيماني عارف ان نقط قوه ضعف نقط قوه الوداد ان انهم يلعبوا ما بين الخطوط، بديع اوك او اسماعيل الحداد اي حد فيهم بينزل ما بين الخطوط عشان يستلم الكوره، فمعلمه كبيره جدا قرب الخطوط جدا من بعضها. كنا بنشوف كتير جدا الخطوط بتاعت الاهلي نص الملعب والمدافعين قريبين جدا من بعض، والشكل بتاع الاهلي اللي هو 4-4-1-1 طول المباراه موجود في ارض الملعب ايا كان من العناصر اللي موجوده في التشكيل او العناصر اللي موجوده في الشكل، لكن ال 4-4-1-1 بتفضل شغاله بنفس الريتم ونفس الشكل. بنشوف كذا مره مثلا اليو ديانج متطرف لبره بتلاقي جينر اجيه دخل مكانه في عمق الملعب وارتكاز تاني جنب عمرو السوليه. بنشوف احيانا حسين الشحات بيبقى مكان عمرو السوليه في نص الملعب، عمرو السوليه هو اللي متطرف. بنشوف انضباط دفاعي كويس جدا من الاهلي. الاهلي بعد الجول الاول ما تراجعش دافع وساب المباراه للوداد، لا الاهلي بيلعب نفس لعبه الضغط العالي اللي بيضغط على مدافعين الوداد. بنشوف ضغط عالي من لعيبه الاهلي قفشه وعمرو ومروان محسن و حسين الشحات، بنشوف ضغط عالي من لعيبه الاهلي. ده مميز جدا ان انت حتى بعد ما بتجيب جول وخلاص انت بنسبه 100% في الفاينل، لا انا مش ههدى، انا مش هرجع لورا بقى وافخد، لا انا هضغط على الوداد. والوداد كان بيساعد الاهلي. الله الله عبد النور اللي قطع. هو الاهلي كان بيقدم مباراه زي ال 18 قوي كده علشان الارسال يقطع في الاستوديو هناك في الماتش، والماتش شغال كان الارسال قطع من المصدر وين النور يقطع. ما علينا المهم خلينا نكمل. الوداد كان بيساعد الاهلي انه يقدم الكوره بتاعته ان الوداد فتح ملعبه على مسرحيه. خلاص بقى كل حاجه مفتوحه، الباك اليمين طاير والباك الشمال طاير ونص الملعب مفتوح بقى تقريبا بيدافع بثلاثه بس او اربعه، والاهلي كل كوره بياخدها كان تقريبا بيقارب انه رايح انفراد، وده شفناه
كذا كوره، وحتى شفناه الهدف الثاني بتاع الاهلي، ان الاهلي اول ما خد الكوره او اول محمد الشناوي ادى بوكس مثالي، ادى بوكس مثالي لو طلع ادى البوكس من جنب الاجناب وقوي، واليو ديانج بسم الله ما شاء الله عليه يعني فتح المحرك وجري جاريه عمل سبرنت كده خرافي، وراح خد الكوره وعلى طول بوش رجله لحسين الشحات، حسين الشحات راح وجاب جون سافل قوي بصراحه، بصراحه يعني سافل قوي. حسين الشحات راح وراح هوب قط الواد يمين، الواد خلاص قلنا حطها في البعيده، حسين هوب قط الواد شمال تاني من فضل حطها في القريبه، و2-0 للاهلي، 2-0 للاهلي في وسط اداء مميز. الاهلي مش بيدافع، الاهلي مش واقف في نص ملعبه وساب الكوره للوداد، لا جه فتره الاهلي تقريبا فضل ماسك كوره بتاع يقارب ال10 دقايق بينقلها يمين وشمال وماسك كوره وحارم الكوره من حارم الكوره حارم الوداد من الكوره ومخليهم مش عارفين يعملوا اي حاجه. فده الاهلي اللي هو ايه يا معلم اللي بتعمله ده؟ ايه ده بجد؟ فريق الوداد اللي هو المفروض المطالب ان يعمل رومنتادا ويعمل مباراه كويسه ويعمل اداء كويس ما جاش. اداء الاهلي باين لنا وكان الوداد فريق من درجه ثانيه في الدوري المصري، مش فريق بينافس على الشامبيونز ليج او فريق بينافس في نصف النهائي، لا ده بان ان الوداد فريق صغير قوي، فريق قليل مش صغير كحجم، فريق لا صغير كاداء وكلعب كوره قدام الاهلي. الاهلي النهارده عمل كل حاجه في الكوره، كل حاجه حرفيا، اجوان حلوه عمل، لعب كمالي عمل، مزيكا الاهلي كان بيقدم مزيكا. شوف الباصات ما بين عمرو السريه وبين قفشه وبين ديانج وما بين حسين الشحات وبين جونيور اجيه وبين مروان محسن، باصات مميزه. وزي ما كنت قاعد مع واحد صاحبي على القهوه النهارده بتكلم معاه بعد الماتش او في وسط الماتش، كان بيقول لي ان الاهلي كله في الدفاع وكله في الهجوم، وده فعلا اللي كنا شايفين، ان الاهلي منظم جدا دفاعيا ومنظم جدا ومنضبط دفاعيا، واول لما بتحول من الدفاع للهجوم بتلاقي الاهلي منضبط ومنظم هجوميا. الاهلي بيعمل هجمه مرتده منظمه صح، منظمه صح، بيخلي الكل يرجع في الكره الثابته، بوقف لاعب او لاعبين، اللاعب ده يبقى حسين الشحات في الهجمه المرتده، وده شفناه النهارده اللي في الجون الثاني، شفناه في المرتده اللي هو حسين الشحات راح انفراد من نص الملعب، بس حسين الشحات هادي المره دي. حصلت في المباراه الاولى وده استغلها برده موسيماني، ان دفاع الوداد بيبقى متقدم زياده عن اللزوم سواء في المرتدات او حتى في اللعب العادي، دفاع الرجاء متقدم وبيلعب على مسار التسلل، ده اللي احنا شفناه من جاموندي، ان بيلعب على مسار التسلل، اللي انت تلعب على مسار التسلل قدام الاهلي شفناها في الاهلي تقريبا عمل اربع او خمس كور، تشيب باص من عمرو السليه في ظهر المدافعين، كره منهم جت جول، كره منهم جت جول بتاعت مروان. اللاعب بقى تعالى نتكلم شويه على لعيبه الاهلي المميزه جدا اللي قدموا مباريات كبيره، مباراه النهارده قدم مباراه كبيره، اولهم لازم نتكلم عليه هو عمرو السليه. عمرو السليه مقدم مباراه النهارده عالميه سواء دفاعيا او هجوميا، اللاعب بيطلع الكوره من رجله معلمه معلمه، السرو بيطلع من رجل عمرو السليه بلسم بلسم، والمسانده الدفاعيه او الدور الدفاعي بلسم بلسم من عمرو السليه. لاعب تقيل بمعنى الكلمه، لاعب نص ملعب نادي الاهلي، نص ملعب نادي الاهلي، واللاعب اللي جنبه برده الدهيه الدهيه علي ديانج، على قد اللي بيعمله علي ديانج ده كله وعلى قد الاداء اللي بيعمله ده كله، قد جسمه قد سرعاته قد كل دول، علي ديانج لسه عنده 20 سنه، علي ديانج لسه عنده 20 سنه، لاعب متكامل في الضغط، لاعب تقيل سرعات، لاعب تقيل في التسلم في الاستخلاص والتسلم الاستلام والتسلم، لاعب تقيل استخلاص الكوره بيستخلصها من غير فاول، حتى لما بياخد الكوره وبيعمل هجمه عن طريق لوحده بيعملها بشكل عالمي. اليو ديانج لاعب من طراز اوروبي. اللي قدم مباراه برده كان بالنسبه لي مفاجاه وهو مروان محسن. مروان محسن في بدايه الشوط كنا بنشوفه بيضغط ضغط عالي على مدافعين الوداد كويس جدا، كنا بنشوفه بيجيب جول النهارده، كنا بنشوفه بيرجع يستنى في الدور الدفاعي. مروان محسن عمل مباراه كويسه، لازم مروان محسن لما يعمل مباراه كويسه نعمل مباراه كويسه، زي ما بنطلع ونقطع في مروان محسن، سواء بتقطع عليه بتقطع في مروان، الناس اللي في الاستوديو محللين الاستوديوهات اللي بتقطع في مروان او اليوتيوبرز اللي بتقطع في مروان، لازم ندي مروان حقه، لازم نقول ان مروان محسن عمل مباراه كبيره في النهارده. مروان محسن مهاجم النادي الاهلي عمل مباراه مميزه ضد الوداد سواء في الذهاب او في الاياب. واللاعب برضه النهارده اللي عمل اداء كويس عكس مباراه الذهاب وهو حسين الشحات، حسين الشحات في مباراه الذهاب في المغرب ما جاش المغرب، لكن النهارده قدم مباراه كويسه، جاب جون سافل، عمل مباراه ممتازه النهارده حسين الشحات. الاهلي كله كان ممتاز، مش حسين بس اللي كان ممتاز، لا الاهلي كله
مروان وحسين وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد هاني واحمد فتحي وياسر ابراهيم وايمن اشرف ومحمد الشناوي. الاهلي متكامل، واللي خلى الاهلي متكامل موسيماني. موسيماني ادانا او قدم لنا الاهلي بشكل احنا شايفينه ده. مفيش لاعب في الملعب ما بيجريش. ما شفناش النهارده الاهلي مثلا ومعاه الكوره مفيش لاعب واقف في ملعب واقف في مكانه مستني الكوره تجيله، لا كله بيتحرك من غير كوره، كله بيتحرك من غير كوره. لو انت معاكش الكوره هتتحرك، لو انت معاك الكوره هتسلم الكوره وهتتحرك. ودي حاجه مميزه جدا بالاهلي، انه بيتحرك في كل ارجاء الملعب. انتشار الاهلي يبين الفريق اللي قدامه ناقص عدديه، وده شفناه. الاهلي تحركه من غير كوره يبين الفريق اللي قدامه ناقص عدديه. الاهلي مع موسيماني، مع ان موسيماني لسه جاي ما بقالوش 3 4 اسابيع، ولكن الفتره اللي لعبها موسيماني انا كمصطفى شايف تغير في اداء الاهلي عن فايلر. فايلر لما كان موجود جه في بدايه الدوري برده كان عامل شكل، لكن الانضباط الدفاعي، التنظيم الهجومي والتنظيم الدفاعي، الاداء الفردي لكل لاعب ما كنا شايفينه مع فايلر، لكن اللي شايفينه مع موسيماني غير. موسيماني لسه ما خدش وقته، موسيماني لسه ما قعدش سنه كامله مع الاهلي، بس انا بقول لكم ان موسيماني السنه الجايه في الاهلي سواء في افريقيا او في الدوري هيحط بصمه كبيره، وهنشوف شكل مغاير للاهلي. هنشوف شكل مغاير للاهلي سواء فنيا او تكتيكيا او تنظيميا او بدنيا. هنشوف شكل تاني للاهلي. الاهلي بيحط قدمين الاثنين في النهائي وبيحط ايد على البطوله. انا بقول لكم الاهلي بيحط ايد على البطوله. بالاداء اللي شفناه النهارده ده اي فريق يبقى خايف بالاهلي، سواء انت زملكاوي او رجاوي تبقى خايف من الاهلي، ان الاهلي هيخش النهائي حاطط عينه على التاسعه، ومعاه مدرب داهيه، معاه موسيماني مدرب تقيل، مدرب يعرف يجيب البطوله من الاخر. الزمالك هيلعب قدام الاهلي بشكل كبير ويعمل مباراه كبيره، والله اعلم في الاخر سواء الرجاء او الزمالك النهائي ليه حسابات اخرى، ومباراه النهائي ليها ظروفها، وكل مباراه ليها ظروفها. ما بقولكوش الاهلي خد البطوله خلاص، لا لسه عنده ماتش نهائي وماتش تقيل سواء قدام الزمالك او الرجاء. الاهلي لسه ما حسمش البطوله، بس صعد الفاينل، صعد الفاينل وبيدي مؤشر او بيدي انذار للمنافس بتاعه خاف مني. بيقول المنافس بتاعه بكل صراحه خاف مني. مش هتكلم فنيات كتير النهارده او ما اتكلمتش تكتيكيا كتير النهارده، لان تقريبا الاهلي قدم مباراه نفس مباراه الذهاب، ولكن افضل شويه باللعب الجمالي بالبساطه. مش لعب الجمالي كل لاعب فردي ياخد الكوره ويجري بيها ويقعد يرقص لوحده، لا لعب جمالي كفريق. تلاقي اللاعب يضغط كوره بياخد الكوره بيسلم ويستلم بكل سلاسه وكل بساطه، واللعب الفاست بلاي. الفاست بلاي بتاع الاهلي او اللعب السريع اللي هو لعبه والثانيه والثالثه، بتلاقي الاهلي عند منطقه الجزاء الخصم. الاهلي بيعمل اداء كبير، الاهلي بيعمل مباراه كبيره، بيوصل للفاينل عن استحقاق وعن جداره، عن استحقاق وعن جداره، بيقدم مباراه كبيره في الذهاب وفي الاياب، وبيخوف كل الخصوم سواء السنه دي او السنه الجايه. الاهلي في الفاينل، لسه هنشوف مين الطرف الثاني للفاينل الاسبوع اللي جاي بين الزمالك والرجاء، واكيد هيبقى في حلقه او يعني هيبقى في حلقات كثيره عن الفاينل دون سواء مين الصاعد الفاينل سواء الاهلي او الزمالك او الرجاء. فانتظروا بعد مباراه الاياب في حلقات ثلاث او اربع حلقات ان شاء الله عن الفاينل. فلو الحلقه عجبتك، حلقه المباراه دي عجبتك، انزل اعمل لايك وقول رايك في المباراه في الكومنتس، قول لي توقعك، هل الاهلي قادر على تحقيق اللقب ولا هيلاقي شويه صعوبه في الفاينل من الزمالك او من الرجاء؟ قول لي في الكومنتس، قول لي كمان توقعك مين هيصعد الفاينل، الزمالك ولا الرجاء؟ لو الحلقه عجبتك ما تنساش اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن تحت، فيسبوك وتويتر وانستجرام، واعمل اشتراك على فيسبوك ريتويت على تويتر. وكم حاجه مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.